أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا في حلقة جديدة من رادار وناسة. اتجاهلت النجمة ميريام فارس كل الانتقادات اللي انقالت على فستانها اللي كانت لابسته بالعرض الخاص بفيلم تنورة تاكسي للمخرج اللبناني جو بعيد، ونشرت صورة الفستان على حسابها الخاص بتويتر وقت البروفا الأخيرة مع المصمم رامي قاضي. وأعربت ميريام عن اندهاشها الكبير من هجوم بعض وسائل الإعلام على فستانها، وأكدت أنها ما قلدت النجمة الأمريكية أنجلينا جولي أبد. ميريام قالت: فستاني ما كان جريء كثير علشان أتعرض لكل هالهجوم اللي جاني من وسائل الإعلام، أنا وصلت لمرحلة من النضج الكافية اللي تخليني أختار الملابس الملائمة لأي مناسبة أكون مدعوة عليها.